تسمى جو فو فيبر لي 90 مينوت باسكو بارلي افون لو ماتش وانا كنت في كونفيرونس دو بريس خارجين الماتش مراكش باش نحكي على الفيس اللي ماشي وقته قلت انا نحب نعيش لي 90 مينوت الحمد لله يا في 90 مينوت فيهم بابيتاسيون مي فيهم سيتي با مال مالغري لو جو نا با توي لو جو يعني مال كان الرهان كبير لكن الرهان ما قتلش اللعبه بقات في ناس تلعب وبقات سيبري يعني بوكو دو ترافاي تاكتيك دي دو كوتي كيما هما نعرفوا بعضنا لا ديفيرونس تندار في كيما يقولوا في الكره في لي ديتاي لي ديتاي نديرو في دو بالاريتي كو لو فيش هذا هو ساتوندي وجدين موجد انا داير لي بالاريتي نوميناتيف نوميناتيف يعني بالاسم قال وليد ياخذ عبد الحق فلان ياخذ فلان فلان ياخذ فلان نوميناتيف باش نحي الشك كامل لكن فينالمون مو جو فولي لونسي ان ميساج ا وليد كو جو فو ماتون سي لو مومون داتاكي هكذا اللي حبيت نقصت ان مليون باسكو يافي بوكو دو مليون ولاو يمشيو فوق رجليهم تسمى ما عرفوش كيف فيكو نقصت ان مليون سبيسيالمون باش نخوي بلاصه الاخرين باش يعرفوا يشدوا التمركز ديالهم وزدت انا تاكو مو جو سوي رياليست انا نهار كانوا هما يحكوا على نو زافون في قريب 26 جورني في البوديوم راه سي با ريان با ريان بور اون ايكيب اللي طالعه من دي 26 دوره في البوديوم بين لا بريمير اي لا كاتريام بلاس اذا قلت انا جون جو لو تيتر ماشي لي راه سيتي جيتي رياليست راه جو بلوفي با قلت بوديوم جو فو بوديوم باسكو بعد المانتيان تفاهمنا بلي كاين حاجه تلعب بور لو بوديوم حبيت نكون في البوديوم مي بور لا بريمير با جي جامي دي سا شكرا بابا هذا حمودا اللاعب ديالنا الشاب اللي تي ابسون اليوم كان بليسي الى ان بتي بروبليم في لاديتور من ماتش مراكش كان ابسون كان يقدر كما يقول وليد يتعبها كان يقدر يتعب والحمد لله لنا كان يقدر يتعبهم شويه تفضل السلام عليكم السلام عليكم ومبروك الفريق الفاز دار الفوز هذا وكنظن المقابلة تكلم على كل شيء الحفل ديالنا والمدرب ديالنا سي عبد الحق من شيخة كما كنت كنتفرج من فوق فكنظن ان فريق الفاتح فهو صراحة فريق قوي يعني كان خصنا الوقت يعني هذا لعبنا مع مراكش كان خصنا الوقت باش نوجدوا هذا الفريق هذا يعني فاش كتكون غتلعب مع فريق بحال الفاتح بحال الوداد بحال الرجاء من الاحسن يكون عندك الوقت باش توجد الحمد لله حنا دخلنا جينا زعما ما جيناش خوفانين ولا شي حاجه حنا جينا باش نحققوا ثلاثه ديال النقاط ما تاثرش لينا ذلك كنا يعني تسجل لنا الهدف تسجل لنا الهدف الحمد لله رجعنا في المقابله بالهدف ومن بعد فغصونا بالهدف ديال الفوز اللي صراحه سنة. عصبنا واحد شويه لان كنا في الاخر تمنينا اننا يعني يتعاد البركه لان كانوا قويين علينا واحد شويه هادشي كامل كنظن راجع للتعاد ديال المقابله ديال مراكش كنظن يعني 90% ممكن يكون هذا هو المشكل الاكبر يعني المقابله ديما جا مع وجده ان شاء الله ولا الرجاء اننا نحقق فيها نتائج طيبه وصراحه انا كنت متمني اللعبه بالمقابله هذه لان صراحه السي وليد الركراكي التصريحات ديالو ركراكي كرهات المدربين المغرب كلهم يقولوا هيدا باش ديما ندخلوا الربحه ولكن كنهني مرات اخرى زعما الصراحه جوج المدربين اللي يتمنى اي لاعب انه يلعب معاهم لا سي عبد الحق من شيخه اللي يعني انا شفت سي عبد الحق من شيخه جا من اتحاد طنجه فهذا كان واحد الحافز اكبر باش انني نواصل مع فريق اتحاد طنجه لان صراحه استفدت منه بزاف لا في كره القدم لا في الرياضه لا حتى في الحياه الشخصيه كنظن حتى استفدت منه بزاف ولا سي وليد الركراكي اللي تبارك الله عليه حتى هو وعند فريق المستوى وكنا نرجع نوجد Bon, il y a beaucoup d'intox. Dima, Anna, Sarah, j'ai beaucoup de respect pour M. Bouchira.
وديما كتعرفوا التصريح ديالي ديما كنبغي نحيد الضغط على اللعبة ديالي مره بالعاني كنت خايف انا من فرقه طنجه قلتها من الاول لا سيزون اللي شفت المدرب الجمهور ديالهم اللي كيف اللي عندهم واخا هو ما يقولهاش انا بني كانوا يقدروا يلعبوا على التيتر ومره كتفتش باش تعصبهم باش يخليو شويه باش يتكونسونطرا غير عليا وانا كنبغي الفرقه اخرى تكونسونطرا غير على المدرب يقولوا ضربوا هذا اللي كيهضر ويخليو اللعبه ديالي يعني مره كتمشى مزيان والحق جي بوكو دو ريسبي السريح ديالي ديما سي افيك دو ريسبي طنجة عاد بونا اونكور حنا بغينا نعذبوا الوداد تاعنا